إلى النائب ماريو عون عضو كتلة لبنان القوي. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب. اليوم من بعد ما كان الكلام حول أنه ممكن يشارك الوزير جبران باسيل أو ممكن ما يشارك بترأس هذا الوفد للاستشارات النيابية غير الملزمة، اليوم نزل الوزير باسيل وخرجت أجواء إيجابية من هذا اللقاء، حيث انحكى عن إيجابية، عن تعاون، عن يعني مشاركة وبحلحلة المواضيع والإسراع بتشكيل الحكومة، وتكلموا حول وحدة المعيار. هل وعدكم الرئيس سعد الحريري بوحدة المعيار، وشو كان جو اللقاء عندك؟ يعني اللي تفضلت قلتيهم هودي هني على كل حال الامور يلي بالواقع نحكى فيها اليوم. نحن اكيد بالوضع اللي نحن فيه حاليا اخترنا انه نكون بالواقع ايجابيين ومنفتحين مثل العادي، يعني على كل حال ما تغير شيء، وعلى هالاساس انه قرر الوزير باسيل انه هو يترأس الوفد يعني مش شخصيا، مشان حقيقه لحتى نشيل الجليد ونحلحل الامور يلي هي موجوده حاليا بيننا وبين دوله رئيس المكلف الشيخ سعد الحريري. وهكذا كان، يعني كان اجتماع خليني اقول لك يعني بالواقع في انفتاح كثير، في تعبير طبعا عن ضروره التعاون، يعني الوزير جبران باسيل حكي بالتعاون طبعا مع الحكومة التي ستشكل، وأنه لا يكون هناك عرقلة إلا راد، يعني بتأمل هذا الشيء، وعلى أساس طبعا أنه ولكن أنه الحكومة بالنتيجة أكيد ما اتفقنا، ما حكينا بموضوع أنه هل هي حكومة اقتصاديين أو تكنو سياسيين، علما أنه نحن عبرنا الوزير باسيل عبر عن اكيد التمني ان تكون هي حكومه بهالظرف نحن في تكنو سياسيه يكون في حقيقه من السياسيين، يعني ما يكفي بهذا الظرف لحتى طلبتوا منه الوقت. هذا الامر للرئيس سعد الحريري اليوم يعني ذكرتوا هذا الموضوع؟ طبعا صار في تعبير عن راينا بشكل الحكومه، يعني كيف نتمنى. شو كان جوابه الحكومة. يعني هل هو متساهل بموضوع شكل يعني الحكومه؟ ما في يعني حقيقه ما كان في جواب مباشر بهالموضوع، ولكن انه كان في عمليه طبعا يعني سمع كل واحد سمع للثاني شو يلي حكي، وعلى اساسه طبعا بعدين الرئيس الحريري طبعا بيبدي تصوره حول الموضوع. هلا هو مبين انه عبر عن رايه انه هو بده حكومه اختصاصيين. هلا نحن بالنسبه لنا يعني الموضوع هو يتعلق كمان انه بطريقه التشكيل الحكومه عبر وضع معايير تكون معايير يعني هي ذاتها على كافه الكتل النيابيه لتسهيل العمل بالنسبه لتشكيل الحكومه بنجاح وبسرعه. هذا هو اذا بدك الشيء اللي نحن طبعا حكيناه نحن ودولته، وكان اجتماع ما فينا نقول عنه الا انه كان اجتماع ناجح، يعني على اساس طبعا يعني انكسر الجليد والوضع كان مريح جدا على الصعيد الشخصي حتى يعني عم بحكي انا، وانه بالواقع هو سيتعاون مع فخامه رئيس الجمهوريه مشان حتى بالواقع يكون في باسرع وقت ممكن تشكيل حكومه وبرضا الرئيس والرئيس. اذا انكسر الجليد مثل ما استخدمت هذا التعبير، ليه ما صار في لقاء جانبي لو دقائق قليله بين الرئيس الحريري والوزير باسيل؟ ما لا يعني هلا انه حقيقه يمكن لانه كان في مواعيد يعني عم تنتظر، يعني نحن اخذنا موعد غيرنا بدقيقتين ثلاثه كتكتل كتله ضمانه الجبل، بقى لانه كانوا حقيقه يعني على الوقت على الدقيقه كانوا ماشيين كل الكتل النيابيه بالمشاورات بس، ولكن على كل حال بكره عمليه تشكيل الحكومه بالتفصيل اكيد انه الله راد رح بيصير في يعني لقاءات بنتامل، يعني اليوم شفنا انه ما في موانع بعد اليوم. اتفق يعني على لقاء آخر ولا لا ما انحكى بهذا الموضوع؟ لا ما انحكى اليوم انه انت بنعمل، بس انه انحكى عن تعاون. شو يعني التعاون؟ نتعاون يعني نتشاور ونتعاون من اجل طبعا الوصول الى تشكيله حكوميه مقبوله ان الله راد. طيب شكرا. هلا كل الامور واقفه طبعا على خطه العمل يلي بده ينتهج الرئيس الحريري بعمليه التشكيل. شيء كثير اساسي لازم نتوقف عنده هو موضوع وحده المعايير في ظل يعني الوعد، وهيدا صار يعني صار شبه محسوم بانه وزاره الماليه، لا بل محسوم انه وزاره الماليه للطائفه الشيعيه. وحده المعايير هل تحتم انه طالبوا انتم بوزاره مقابل الماليه لكم؟
لانك يعني ما فتنا بهالتفاصيل، يعني هاي صفينا عم نحكي بعمليه تشكيل الحكومه، يعني كانه عم يشكل حكومه، ما وصلنا لهالتفاصيل. نحن وقت بنحكي عن وحده المعايير، ولو ابو نونتوندور سليم مثل ما بيقولوا، يعني معناتها انه اذا كانه حقيقه في اي فريق سياسي بده يقول انا بدي هالوزاره وانا بدي سمي هالوزاره، معناتها انه ده شيء يجب ان ينطبق على سائر القوى السياسيه بالبلد لحتى نقدر نوصل طبعا لتشكيل حكومه وبسرعه هلا راد. يعني بقى هيدا هو وحده المعايير، ما فتنا بكل هالتفاصيل هيدي. يعني اذا بدك الكلمتين الرئيسيتين هي وحده المعايير وهي التعاون. يعني وبالنتيجه مثل ما بيقولوا ومش الحال على الصعيد الشخصي بين الفريقين، بين دولة الرئيس المكلف وبين رئيس تكتل لبنان القوي. هل موضوع الإصلاحات داعمين للحكومة بجميع الإصلاحات من دون أي استثناء؟ يعني شروط صندوق النقد الدولي أنتم موافقين عليها جميعا؟ نحن طبعا نحن بالنسبة لنا موضوع الورقة الإصلاحية اللي وردت من قبل الفرنسيين، نحن طبعا ابدينا قبولنا فيها بكل بنوده، ولبل نحن بدنا اكثر، يعني انه من الورقه الفرنسيه ورقه الاصلاحات بقى. لا نحن ما عندنا ولا اي مشكل بالنسبه لهالموضوع، ومع المفاوضات مع الاي ام اف يعني هيدي نحن ما عندنا تحفظات عليها. طبعا بتيجي بوقتها باستثناء اذا كانوا الله لا يقدر انها تكون المفاوضات يعني هي على حساب السياده اللبنانيه، هذا الشيء اكيد انه لا يجوز وغير مقبول. بسؤال اخير استاذ ماريو، هل نحن امام تشكيل حكومه سريعا او رح يكون في رمي للعراقيل في المرحله المقبله؟ وهلا رح يبلش الكباش السياسي اللي كان ظاهر قبل التكليف وانتقل لبعد التاليف؟ لكن خليني اقول لك انه عن جد طريقه الانفتاح بين الافرقاء السياسيين بلبنان اللي حصلت اليوم، لا سيما بين تكتل اكبر تكتل نيابي اللي هو تكتلنا وبين الرئيس سعد الدين الحريري، بتقول انه كانه الحكومه يعني من هلا لكم يوم فيها تتالف. اوكي يعني طبعا انه ان شاء الله خلينا ننطر هالكم يوم لحتى نشوف كان رح بيكون في لا سمح الله يعني اي عراقيل معينه، بس ولكن انه الظاهر اذا كان العمليه ماشيه على الطريقه الانفتاحيه والاراده بالوصول الى حلول باسرع وقت ممكن، انا بعتقد انه ما بتاخذ وقت كثير عمليه تشكيل الحكومه. شكرا لك النائب ماريو عون على هذه المداخله، عضو كتله لبنان القوي، وشكرا.